معكم عباس الحايشي من ساكنه مدينه الجديده. انا عندي واحد الهوايه هي طريقه صناعه الجروح، وبديت فيها هذه شي 3 سنين باش بادي في هذه الهوايه، وكنطور راسي براسي. ما كاين اللي كيعاونك، كنمشي ندخل الانترنت كنبقى نقلب في مواقع ونجبد شي حلات بالي شي شكل كيعجبني، كنتقاتل معاه كنحاول نصايبو، ودائما كنبقى ناخذ مواد بسيطه بحال شكل الفازلين والطحين وديك الشيء، كنحاول نصايب بهم شي حاجه اللي غادي تنفعني. ومع المده بديت هاد الموهبه غادي وكتطورت، وليت كنصنع هاديك الشيء غادي للواقع. في الاول كان هاديك الماكياج اللي كنصايبو ما كانش كاع كيعجب حتى شي واحد، وكيكون الشكل ديالو خايب. ومع المده ومع التطوير والممارسه ولات هاديك الشيء كيبان زوين، وليت كنحاول نخدم مزيان على راسي. في البدايات في الاول ما كان لا دعم لا والو، كان غير هادوك المواد البسيطه ما كانوش عندي امكانيات باش ناخذهم. اول ما بغيت نصايب هذيك العجين باش نبدا نصايب الجروح، مشيت غير هزيت غير هذيك بومادا صفا حيت ما لقيتش فازلين، وحاولت نخلطها مع الطحين باش نصايب بها جاحه. حاولت مشيت هزيت ملون الطعام غير من الكوزينه وبديت خدام به. ومن بعد مني شافوني العائله عندي ميول هاد الشيء اللي ديال الجوع السينمائيه، حاولوا يعاونوني من الوالد، ولا كل ما يجيب لي حاجه اللي كنبغي كنطالبوا على بحال هكا اللصقه ولا على الفازلين ولا شي حاجه، كيحاول يوفر لي واخا ضعف الامكانيات. كيشجعوني دائما فيما كنحاول نصايب شي حاجه. ومن الاولين كنهبط عندهم قبل ما نلوح لا فيديو ولا شي حاجه، كنهبط عندهم كيقولوا لي واش مزيانه ولا لا. لا عجباتهم شي حاجه كنلوحها، قالوا لي هذه ناقصه شي حاجه فيها، كنحاول نطلع ونعاود نطورها ونزيد فيها مسائل باش تولي احسن ان شاء الله. من بعد باغي انا نكمل قرايتي، وغادي ندير تخصص في هذا الشيء باش نمشي للمدرسه اللي فيها باط باش نقع على هذا الشيء، وناخذ البطاقه ديال ميك اب ارتست ونولي نخدم في الافلام وديك. قليل كانوا شي 3 ناس بحال هكاك ودواو معايا، ولكن اكثرين كلشي كيكون باغي غير حاشو وما كاينش اللي باغي يعاونك، كيقول لك بحال هكا تخدم معايا فابو. انا بالفحش عليا نخدم فابو، ولكن ملي كنقول لي هذيك الكلمه ديال طلع سميتي في الفيديو ولا دير لي شي حاجه باش انا نعاون راسي، كيقول لك هذيك كلمه لا ولا كيبدا يتهاب عليك بشي كلام خو وكيبلوكيك. كنشكر اول حاجه الناس اللي كيدعموني، منهم والديا وشي ناس قلال واخا كيعاونوك غير بكلمه ولا جوج، ولا كيصيفط لك ميساج في انستغرام ولا شي حاجه وكيقول لك كمل اخويا هادشي عندك زوين، ولا كيكتب لك كومونتير زوين. وحتى هادوك الناس اللي كيبقاو يكتبوا كومونتيرات خايبين ويعايو هذاك الشيء، هادوك اكثرين هما اللي كيحفزوني باش نعاود ندير دائما الجديد وندير شي حاجه احسن من هذاك الشيء اللي كان سابق.